أولى ثمار النجاح تقطفها ACSL باستلام جائزتين كبيرتين منحتها مؤسسة أوكلا لشركة ACSL الرائدة في مجال الاتصالات المحمولة في العراق، والتي وضعتها في تصنيف متقدم محليا وعالميا، وأيضا كأفضل تغطية للهاتف المحمول وأسرع شبكة للهاتف المحمول في البلد. سعيدين جدا اليوم بهذا الإنجاز الرائع، اليوم فوز ACSL بجائزتين عالميتين من مؤسسة أوكلا العالمية. الجائزة الأولى هي جائزة أسرع شبكة موبايل بالعراق وأفضل تغطية موبايل بالعراق. طبعا هذا الإنجاز هو الإنجاز للبلد أولا للعراق بارتقاء بالتصنيف العالمي على مستوى العالم في خدمة الإنترنت وتغطية الجيل الرابع. طبعا هذا الإنجاز ما كان ليحصل لولا حجم الاستثمارات الهائلة اللي وضعتها ACSL في الشبكة لتلبية احتياجات المشتركين. هذه الجوائز العالمية منحت بعد إجراء أكثر من 240 ألف اختبار لسرعة الإنترنت أجرتها مؤسسة أوكلا للبيانات المتاحة، والتي تم توفيرها من قبل Speed Test Intelligence للربعين الثالث والأخير من عام 2021. نحن الشركة أوكلا انترناشنال هي الشركة المطورة لسبيد تيست، لمنصات وتطبيقات سبيد تيست العالمية، وهي الأكثر استخداما في العالم لقياس وجودة سرعة الانترنت. فنحن نتحصل على أكثر من 10 مليون تيست أو اختبار يوميا حول العالم من المستخدمين سبيد تيست، وبهالجائزة تحديدا تحصلنا على أكثر من 200 ألف تيست ضمن 6 شهور. وبالاعتماد على هالتجارب أو الاختبارات هي قدرنا نحدد إنه ACSL هي الشبكة الأسرع، وهذا بالاعتماد مرة تانية على الاختبارات يلي بيقوموا فيها مستخدمين سبيد تيست وتحليل هذا الاختبار. استقبلت ACSL عام 2022 بجائزتين عالميتين ميزتها عن باقي شركات الاتصالات الهواتف المحمولة في العراق بعد جهود كبيرة بذلتها ACSL للوصول إلى هذا التصنيف العالي. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.